الرئيس السيسي يفتتح معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو ACT 2016 في دورته العشرين. الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل 4 عناصر يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش في هضبة الجولان المحتلة. المعارضة الكويتية تفوز بنصف مقاعد مجلس الأمة في أول مشاركة لها بالانتخابات منذ 4 أعوام. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الدورة العشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو ICT 2016. يعقد المؤتمر بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر تحت شعار اضطراب العصر الرقمي، وتفقد الرئيس السيسي الأجنحة المختلفة للمعرض المقرر أن يستمر حتى 30 من نوفمبر الجاري، كما استمع لشرح تفصيلي من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي. يشار إلى أن معرض كايرو ICT هو المعرض المصري الدولي المتخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة والأقمار الصناعية والإذاعية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وقد عقدت أولى دوراته في القاهرة عام 1996. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من مقر معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو ICT 2016 مراسلة النيل آيات عبد اللطيف. آيات، يعني كيف تتابعين وقائع هذا المؤتمر أو هذا المعرض عفوا ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته العشرين؟ نعم، تحياتي أولا سيادة الرئيس. منذ لحظات اختتم بالفعل جولته داخل المعرض السيد الرئيس خلال تفقده لأجنحة المعرض المختلفة، دار بينه وبين ممثلي الشركات العارضة حوار برهن على اهتمام سيادته بهذا القطاع، ليس فقط للمشاركة الدولية والمحلية به، ولكن أيضا لما يساهم هذا القطاع من مساهمة كبيرة في الناتج القومي وما يصيره من فرص عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة. نحن نقف أمام حوالي 500 شركة تشارك في هذا المعرض متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. سيادة الرئيس أيضا خلال تفقده للمعرض استمع لتفقد الأجنحة الخاصة أو الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، استمع للمسؤولين والسادة الوزراء، كان من بينهم السيدة غدا والي وزيرة التضامن وأيضا السيد وزير التخطيط، استمع إليهم لآخر التطورات أو عرضوا لآخر التطورات فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم. نحن الآن في انتظار كلمة سيلقيها سيادة الرئيس ثم سيعرض خلالها سيتحدث خلالها سيادة الرئيس أو من المتوقع أن يتحدث خلالها عن هذا القطاع وأهميته ومساهمته في الناتج القومي واهتمام الدولة به. في العام الماضي كان سيادة الرئيس عرض لمبادرتين، كانت يعني أحد هذه المبادرتين أو هاتين المبادرتين هي مبادرة نهوض بصناعات الإلكترونيات والتعليم التكنولوجي، وهي مبادرة مصر المستقبل، ومبادرة أخرى وهي مبادرة الكوادر أو تدريب الكوادر المصرية الشابة من خريج الجامعات، وكان أو أطلق عليها مبادرة علماء مصر المستقبل. هذه المبادرات تؤكد أن سيادة الرئيس يهتم اهتمام شديد بهذا القطاع كما ذكرت لمساهمتي يعني نسبة كبيرة في الناتج القومي. بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من مقر معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسلة النيل آيات عبد اللطيف، شكرا لك.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والتموين. ناقش الاجتماع الذي حضره أيضا محافظ البنك المركزي ورئيس المخابرات العامة والرقابة الإدارية إجراءات توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق. أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية العربية الشقيقة خاصة الأردن، وترحيبه بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها والتعاون في مجال التدريب. جاء ذلك خلال استقباله لنظيره الأردني سلام حماد الذي يزور القاهرة حاليا. استعرض الجانبان أوجه التعاون الثنائي بالإضافة إلى آخر المستجدات في القضايا الأمنية محل الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب وزير الداخلية الأردني عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة في مجالات الأمن. تنظر اليوم محكمة النقد أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وستة متهمين آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية على الأحكام الصادرة بإدانتهم والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن المشدد لمدة 15 عاما في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر. كما تنظر المحكمة أيضا في ذات الجلسة الطعن المقدم من النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات في أحد أركانه من تبرئة مرسي وخمسة متهمين آخرين من أحد الاتهامات الواردة بقرار الاتهام والمتعلقة بالحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية. قتل الجيش الإسرائيلي 4 عناصر قال إنهم ينتمون إلى لواء شهداء اليرموك الموالي لتنظيم داعش الإرهابي في هضبة الجولان المحتلة. وأضاف جيش الاحتلال أن القصف جاء بعدما أطلقت هذه العناصر النار على جنوده في الجزء المحتل من الجولان من دون أن يصب أي منهم بأذى. ومنذ حرب يونيو 1967 تحتل الدولة العبرية حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، وأعلنت ضمها في عام 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك، ولا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية. وتقول إسرائيل إنها لا تريد التورط في النزاع المعقد الدائر في سوريا منذ أكثر من 5 سنوات، لكنها هاجمت أهدافا عسكرية بعد إطلاق نيران باتجاه هضبة الجولان المحتلة. من ناحية أخرى، أفاد ناشطون سوريون بارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الجوية السورية والروسية على مدينة حلب وريفها إلى 70 مدنيا. وأضاف الناشطون أن عشرات الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض في ظل ضعف الإمكانيات وكثافة القصف على المدينة، كما لقي 8 مدنيين مصرعهم وأصيب آخرون في قصف جوي مكثف استهدف مناطق عدة في ريفي إدلب الجنوبي والغربي جراء وقوع أكثر من 20 غارة على ريف إدلب الجنوبي. فر أكثر من 400 مدني من شرق حلب إلى مناطق خاضعة لسيطرة القوات السورية. يأتي ذلك بعد ساعات من استعادة الجيش السوري السيطرة على حي مساكن هنانو أكبر الأحياء بشرق مدينة حلب، لتصبح بذلك قاب قوسين من فصل مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شرق حلب إلى جزئين.
بعد أيام من القتال الشديد، ها هو الجيش السوري يعلن استعادة معظم مساكن هنانو، أكبر الأحياء الشرقية وأهمها استراتيجية. الفصائل المسلحة التي تتراجع على أكثر من محور خاصة شمال الأحياء الشرقية تبدو بالمقابل ماضية في خيار المواجهة، ما يرجح سخونة أشد في الأيام القليلة القادمة. طبعا الإنجاز الكبير الذي حققه الجيش العربي السوري في الاتجاه الشرقي من حلب من خلال تحرير حي هنانو بشكل كامل يشكل ضرب كبير للمجموعات الإرهابية المسلحة ووضعها في موقف لا تحسد عليه، وهو حافة الانهيار وما يمنع حاليا المجموعات الإرهابية من الخروج من تلك الأحياء هو التعليمات التي سربت أنها أعطيت لهم في الاجتماع الذي ضمهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ودول إقليمية أخرى. معركة الأحياء الشرقية وأن استحوذت على اهتمام كبير، إلا أن معارك أخرى هامة تحدث بالتزامن معها، خاصة تلك المعارك المعقدة في أرياف حلب الجنوبية والغربية والشمالية الشرقية، كالتي بدأها الجيش السوري وحلفاؤه أخيرا في محاولة للتقدم باتجاه مدينة الباب التي ترابط على تخومها الفصائل المدعومة من قبل تركيا. تتابع القوات العربية السورية تنفيذها لمهامها في اتجاه منطقة الباب، وقاطعة الطريق على أحلام الدول الإقليمية بالسيطرة على بعض الأراضي السورية، وأيضا تقطع الطريق على من يفكر بإنشاء فدرالة سورية، وتؤمن حماية منطقة مدينة حلب من أي تدخل خارجي. يضاف إلى ذلك أن الأهمية الاستراتيجية لمدينة الباب أنها مفتاح الطريق إلى منطقة الرقة. بموازاة هذه المواجهات، هناك من يجنح للتسوية مع الجيش السوري الذي يشجع بدوره هذه المساعي، وفي هذا الصدد مصادر مطلعة تتحدث عن تسوية قريبة جدا مع مسلحي بلدتي التل وخان الشيح المحاذيتين للعاصمة دمشق. رغم وجود معطيات عديدة تفتح الحديث عن حلول سياسية للأزمة السورية، إلا أن هناك أيضا ما يشي بإمكانية التصعيد، وحتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود ستبقى الأرض السورية شاهدة على المزيد من الدمار والدم والدموع. قناة النيل الأخبار، لقاء إشحادي، دمشق. وينضم إلينا من دمشق الدكتور علي مقصود، المحلل السياسي والاستراتيجي. دكتور علي، ما تعليقك على ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي بقيامه بقصف مواقع من سوريا، ما أسفر عن مقتل عناصر من لواء شهداء اليرموك الموالي لتنظيم داعش؟ في الحقيقة لو أخذنا الرواية التي سمعناها على ألسنة القادة الإسرائيليين التي استهدفت ما يسمى بلواء شهداء اليرموك المرتبط بداعش، ومن ثم برروا هذا القصف بأنه يعني جاء بناء على استهداف من قبل بعض العناصر من هذا التنظيم إلى القوات الإسرائيلية، ولذلك باعتقادهم أنه كان بالخطأ. أنا بتقديري إسرائيل تواجه حاليا مرحلة الانهيار لحلمها ومشروعها بإقامة جدار عادل عبر هذه المجموعات الإرهابية، وبعد أن ضرب مركز وقطع الحبل السري بخروج المسلحين من مخيم خان الشيح، وأيضا انطلاق عملية مصالحة في بيت جن ومزرعة بيت جن التي كانت تشكل الخزان الذي يربط مسلحي خان الشيح وقبلها كان مع دارية والمعظمية إلى منطقة القنيطرة، وأيضا هناك إنجاز آخر، قطع خطوط الإمداد بين جبات الخشب وأحراج الطرنجي مع حظر بسيطرة الجيش على تلة النقار الاستراتيجية. إسرائيل تخشى ارتداد الإرهابيين عليها، وبالتالي أنا بتقديري بدأت إسرائيل باستهداف هذه المجموعات ودفعهم للانتحار والموت على يد الجيش السوري، ومن يبقى منهم أيضا تنال منهم لأنها استثمرت. نعم، هل دخول إسرائيل على الخط، هل مشاركة إسرائيل في هذه العمليات هو أمر مرحب به من قبل السلطة السورية، وماذا يعني أيضا؟ أولا نحن لا نرحب بأي عمل من قبل هذا الكيان الصهيوني، لأن كل ما حصل في سوريا من تدمير لبنيتها التحتية ودماء لأبنائها
هو يأتي في سياق المشروع الصهيوني. طيب هل تتوقع إذن أي ردة فعل من قبل الجهات السورية الرسمية على هذه المشاركة الإسرائيلية؟ أولا المنطقة التي حصل فيها هذا الاستهداف هي في الحقيقة داخل الشريط المحتل، أي المنطقة التي كانت تشكل منطقة عازلة، وهناك قواعد اشتباك بناء على القرار بعام 1974. نعم. ولذلك أنا بتقديري عودة قوات الأندوف إنما تأتي لكي تستعيد إسرائيل الوضع الذي كان موجودا قبل هذه الأزمة بعد هذا الاختلال وانهيار قواعد الاشتباك بسبب الفعل الإسرائيلي وارتباطها ودعمها للعصابات الإرهابية. فلذلك هي تستبق الهزيمة الكاملة وسقوط مشروعها على الحدود السورية مع فلسطين المحتلة بهذه الإجراءات، وأيضا إن كان بعودة قوات الأندوف وبالتالي بتطفيش هذه الفصائل الإرهابية للانتحار أو للذهاب خارج هذه المنطقة. نعم، أشكرك دكتور علي مقصود المحلل السياسي الاستراتيجي. إلى العراق، حيث انتقد صالح المطلق رئيس جبهة الكتلة العراقية إقرار مجلس النواب مشروع قانون الحشد الشعبي، متهما بعض القوى السياسية بتمرير القانون تحت مبدأ الغالبية الطائفية وليست الغالبية السياسية. وحذر المطلق من أن تمرير هذا القانون يدفع بالبلاد نحو التقسيم. من جانبه قال أسامة نجيفي نائب الرئيس العراقي إن إقرار قانون الحشد الشعبي يعد إخلالا بمبدأ الدولة والشراكة والتوازن. كان مجلس النواب العراقي قد أقر قانون الحشد الشعبي الذي يقضي بدمج قوات الحشد بالجيش وتحت الرئاسة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة تحت الوزراء حيدر العبادي. من جانبه قال سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي إن إقرار قانون الحشد الشعبي لا يعفي من ارتكب أي انتهاك من المساءلة القانونية. أن كل تشكيل خارج القوات المسلحة العراقية ينطبق عليه وصف الميليشيا، وعليه وبناء على عملية التصويت التي حصلت اليوم كل من يحمل السلاح خارج التشكيلات التي أقرت والتي أشرها الدستور ينطبق عليه وصف الميليشيا. خاضت قوات عراقية ميدانيا خاصة معارك عنيفة في منطقة بكر الواقعة شرق الموصل باستخدام الأسلحة الثقيلة لطرد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. تتواصل الاشتباكات العنيفة باستخدام الأسلحة الثقيلة في مدينة الموصل مع مواصلة القوات العراقية لعملياتها لطرد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي الذي يسيطر على أكبر مدينة في شمال البلاد. وتتعرض القوات العراقية لهجوم عنيف على طول خط الجبهة الممتد بين منطقتي بكر وكركوكلي، وردت القوات بإطلاق قنابل الهاون والأسلحة الآلية مدعومة بالمدفعية والضربات الجوية من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. بالبداية طبعا احنا تقدمنا من بداية المنطقة، كان اكو تعرضات هواية علينا اكثرها سيارات مفخخة، قدرنا نسيطر عليها وتقدمنا اخذنا القاطع الاول من المنطقة. وفقا للجيش العراقي ومسؤولين طبيين قتل واصيب العشرات من المدنيين بعدما اطلق مسلح التنظيم الارهابي قنابل الهاون على الاحياء التي تمكنت القوات العراقية من استعادتها. الفرع الاول وبدينا نتقدم بيت ورا بيت لحد ما قدرنا نسيطر على المنطقة، طبعا راجلة قدرنا نسيطر على المنطقة من البداية لحد النهاية، وحاليا نحن مسوين خط صد وإن شاء الله نتقدم فرع بعد فرع. ويعتقد أن هناك أكثر من مليون شخص عالقون في الموصل في الوقت الذي تستقبل فيه مراكز المساعدات أعدادا هائلة من المصابين.
وتقول وكالة الأمم المتحدة للاجئين إن ما لا يقل عن 73 ألف عراقي قد فروا من الموصل منذ العملية العسكرية للقوات العراقية لاستعادة المدينة منذ أكثر من 5 أسابيع. فازت المعارضة الكويتية وحلفاؤها بقرابة نصف مقاعد مجلس الأمة وفق النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات. وفاز المعارضون ومرشحون مقربون منهم ب24 مقعدا من أصل 50، وفازت امرأة واحدة في الانتخابات، وترجع عدد نواب الأقلية الشيعية إلى 6-9 بالمجلس السابق. وأظهرت نسبة الاقتراع مشاركة كثيفة من قبل الناخبين تعدت 80%. تأتي مشاركة المعارضة في الانتخابات المبكرة والتي جرت أمس بعد مقاطعة استمرت 4 سنوات احتجاج على تعديل قانون الانتخاب. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الكويت الدكتور شملان العبيسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت. دكتور شملان، يعني بعد التحية، قراءتك للنتائج الأولية للانتخابات والتي تشير إلى فوز المعارضة الكويتية بقرابة نصف مقاعد مجلس الأمة، وخاصة بعد ابتعاد المعارضة عن الشكل السياسي للكويت ب4 سنوات. النتائج النهائية اثبتت ان معارضة قوية للحكومة بسبب سياسات الحكومية المترددة بالعديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لكن اثبت ان المعارضة عادت بقوة اكثر من السابق، وفاز منهم حوالي 60% من التغيير، فاز منها بالنسبة للتغيير بالانتخابات الحالية. بعد الآن صار الحكومة وصلوا الفوز الحقيقي للإخوان المسلمين، حققوا 4 مقاعد، الشيعة نزلت مقاعدهم من 9-6، لكن المفاجأة الكبيرة والتحالف القبائل مع الإسلام السياسي، أعطي دفعة قوية للإسلام السياسي والقبائل في نفس الوقت، وهذه ظاهرة كويتية جديدة أن حساب مؤدلجة لكن اندمجت مع المفاهيم القبلية، فتبنت المفاهيم القبلية على حساب الدين، وهذه نقطة جديدة. هل الحكومة كيف الحكومة ستتعامل مع المعارضة الجديدة المؤدلجة والتي تعارض أي إصلاحات اقتصادية أو اجتماعية تحاول أن تقدم عليها الحكومة؟ هي الأزمة الحقيقة ستأتي بعد لواء المجلس الجديد للانعقاد. يعني من المفترض أو من المتوقع أن تكون هناك يعني جدال ما بين الحكومة والمعارضة إذا فازت المعارضة في النتائج النهائية للانتخابات؟ لا، حصلت المعارضة مقاعد تكفي أن ترفض مثلا أصلاحات الحكومية التي تدعو الإصلاح الاقتصادي بسبب أزمة اقتصادية كنتيجة لانخفاض أسعار النفط. من الأشياء أن الدعوة إلى تخفيض الدعم الحكومي، سياسات الدعم الحكومية التي تشكل حوالي 20 مليار دولار، فهذه الحكومة لا تستطيع أن تخفض سياسات الدعم أو تجري أي إصلاحات اقتصادية جديدة وجود معارضة قوية، مما يؤدي إلى أزمة حقيقية هذه المرة بين المعارضة الجديدة أو مجلس الجديد والحكومة. كيفية التعامل يطلب حكومة جديدة قوية تستطيع مواجهة المجلس الجديد. وكل هذه الأمور بيد سمو الأمير، أتوقع اليومين دول هيعلن التشكيل. بشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا من الكويت الدكتور شملان العبيسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، شكرا لك. أعلن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد حسين باقري في تصريحات صحفية إن بلاده قد تسعى لإنشاء قواعد بحرية في اليمن أو سوريا مستقبلا، نظرا لأن موطئ القدم البعيد قد يكون أكثر قيمة من الناحية العسكرية من التكنولوجيا النووية. وتعتبر إيران حليفا رئيسيا للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية وجماعة الحوثي المسلحة والتي تقاتل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
يتوجه المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض لبحث عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين. ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأممي مدينة عدن خلال يومين للقاء الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي، والذي وصل إلى المدينة أمس في زيارة هي الأولى له منذ عام والثانية له بعد تحرير المدينة. وتأتي زيارة هادي في وقت تشهد فيه عدن احتجاجات متواصلة من السكان تنديدا بتردي الخدمات الأساسية، مطالبين هادي بالاطلاع على الأوضاع عن قرب وحل مشاكل المواطنين بعد أن فشلت الحكومة في تحقيق أي إنجاز. ميدانيا، قتل 50 من عناصر الميليشيات الحوثية وأصيب العشرات في قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني وغارات طائرات التحالف العربي لمواقع المتمردين في جبهتي ميدي وحرض بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية شمال غربي اليمن. أسفر قصف المدفعية عن مقتل 22 من الميليشيات وتدمير سيارة عسكرية ومخزن للأسلحة والذخيرة شمال شرق مدينة ميدي. وفي جبهة حرض قتل 12 من العناصر الحوثية إثر استهداف المدفعية لاجتماع لقيادات ميدانية تابعة للميليشيات، بينما قصفت طائرات التحالف معسكرا تدريبيا للميليشيات في إحدى المزارع فقتلت 16 ودمرت مخزنا لصواريخ الكاتيوشا. نشرتنا متواصلة معكم، وفيها بعد قليل منافسة حادة بين رئيسي الوزراء السابقين فيون وغوبي لنيل ترشيح حزب يمين الوسط لخوض انتخابات الرئاسة الفرنسية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو اي سي تي 2016 في دورته العشرين. الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل 4 عناصر يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش في هضبة الجولان المحتلة. المعارضة الكويتية تفوز بنصف مقاعد مجلس الأمة في أول مشاركة لها بالانتخابات منذ 4 أعوام. والآن نتواصل بأخبار الاقتصاد. نتحول إلى الزميلة ميرفت المليجي. تفضلي ميرفت. شكرا منى وسحر، وأهلا بكم مشاهدينا. وهذه الوقفة الاقتصادية لبانوراما النيل وأبرز ما فيها. الممثل التجاري الروسي بالقاهرة يتوقع قرب التوقيع على عقد محطة الضبع النووية قبل نهاية هذا العام، ويؤكد أن بلاده ستتقدم بالرسوم التفصيلية. أهلا بكم. قال الممثل التجاري الروسي بالقاهرة لوكاشين ألكسندروفيتش إن مؤسسة روس أتوم الروسية تتعاون حاليا مع وزارة الكهرباء المصرية حول تفاصيل مشروع أول محطة نووية مصرية في الضبعة. وأشار ألكسندروفيتش إلى أن العقد التجاري يتضمن 4 اتفاقيات هي بناء المحطة وإمدادات الوقود والدعم الفني وإعادة تدوير الوقود المستهلك. وأضاف الممثل التجاري الروسي بالقاهرة أن مؤسسة روس أتوم تستكمل حاليا مراجعة بيانات موقع المحطة، مشيرا إلى أن التوقيع على العقد من المتوقع أن يتم قبل نهاية هذا العام. وإلى أسواق المال، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا خلال جلسة تداولات اليوم مستهل لجلسات الأسبوع، وذلك بضغط مبيعات المستثمرين المصريين والعرب. وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالسوق نحو 7 مليارات و300 مليون جنيه، ليسجل نحو 552 مليارا و400 مليون جنيه،
وذلك من خلال تداولات بلغت نحو 382 مليون جنيه. أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الواردات من دول شرق آسيا خلال عام 2015 لتبلغ 151 مليار و600 مليون جنيه، وذلك بنسبة زيادة قدرها 13.9% عن العام السابق عليها. وأوضح الإحصاء أن إجمالي قيمة الصادرات لدول شرق آسيا بلغ 15 مليار ونصف المليار جنيه عام 2015، وذلك مقابل 24 مليار و700 مليون جنيه عام 2014، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 37.1%، وذلك نتيجة انخفاض أسعار البترول الخام عالميا. ولفت إلى أن الهند جاءت في المرتبة الأولى للصادرات، بينما حلت اليابان بالمرتبة الثانية، في حين جاءت مجموعة الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الاستخراجية في المرتبة الأولى للصادرات لعامي 2014-2015. أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبو بكر الجندي تراجع الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 2.6% خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه. وصل مصر وفد إعلامي إيطالي من أهم الصحف والمجلات السياحية الإيطالية بجانب عدد من المدونين لزيارة القاهرة وشرم الشيخ، وذلك في إطار رحلة تستهدف الترويج للسياحة المصرية. ويهدف الوفد للإسهام في تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري خاصة في السوق الإيطالي، وهو أحد الأسواق السياحية الرئيسية بالنسبة لمصر، وذلك خلال الزيارة التي تستمر حتى 28 من نوفمبر الجاري. وكانت وزارة السياحة قد أطلقت حملة ترويجية بالسوق الإيطالي منذ عدة أسابيع بهدف الترويج للمقصد السياحي المصري والسعي نحو استعادة حركة السياحة الوافدة. أعلنت وزارة الإسكان أن صندوق التمويل الإسكاني الاجتماعي قرر منح فرصة أخيرة للتقدم لاستكمال سداد جدية الحجز خلال الفترة من يونيو وحتى نهاية ديسمبر، وذلك للحاجزين بالإعلان السابع لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر. كما أعلنت الوزارة أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي قرر فتح باب التقدم بتعديل الرغبة للحجز بمدينة بدر خلال نفس الفترة كفرصة أخيرة للحاجزين بوحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة القاهرة الجديدة والسلام والمنطبق عليهم الشروط. من جانبها قالت مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي إنه في حالة عدم سداد باقي جدية الحجز يعتبر ذلك عدولا من الحاجز عن الحجز، وعلى المتقدم سحب جدية الحجز. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية وعودة للزملاء لاستكمال ما تبقى من بانوراما النيل، إليكم. شكرا ميرفت. يدلي الناخبون في فرنسا اليوم بأصواتهم في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات التمهيدية لأحزاب يمين الوسط الفرنسي لاختيار مرشحهم الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر مايو القادم. ويتنافس في هذه الجولة رئيس الوزراء السابقان فرانسوا بيو وألان جوبي، ويعد ليو الأوفر حظا للفوز. جولة ثانية من الانتخابات التمهيدية يختار خلالها يمين الوسط في فرنسا مرشح الانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل من العام القادم. ويتنافس في هذه الجولة فرانسوا فيلون رئيس الوزراء الأسبق والنائب عن الدائرة الثانية بباريس، وألين جوبي رئيس الحكومة الأسبق وعمدة مدينة بوردو الحالي. استطلاعات الرأي أظهرت أن فيلون هو الأوفر حظا في السباق بعد أن أذهل منافسه المعتدل بزيادة هائلة في شعبيته قبيل الجولة الأولى من الاقتراع التي جرت في 20 من نوفمبر
القاهرة الحالي. وكان فيلون قد تصدر نتائج الجولة الأولى بحصوله على نحو 44% من الأصوات، فيما حلت جوبي في المركز الثاني بفارق كبير بلغ نحو 28%. فيلون تعهد بتنفيذ إصلاحات جذرية في الاقتصاد الفرنسي المثقل باللوائح، وتعهد بتحكيم دور الدولة وخفض الإنفاق الحكومي المتضخم، بينما دعا جوبي إلى إصلاحات أمنية عميقة. ويكتسب هذا الاقتراع أهمية كبرى قبل 5 أشهر من الانتخابات الرئاسية، حيث ترجح استطلاعات الرأي في ظل تشتت اليسار أن يصل الفائز إلى الإليزي في 2017 بعد دورة ثانية ينافس فيها اليمين المتطرف ممثلا في زعيمته مارين لوبان. ومن باريس ينضم إلينا الأستاذ نتابع نشرتنا. أعلن جهاز الإطفاء في إسرائيل أنه تم إخماد كافة الحرائق التي كانت قد اندلعت منذ 5 أيام وتسببت في أضرار جسيمة في البلاد. كانت الحرائق قد امتدت إلى عدد من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، كما تم إجلاء نحو 1000 من مستوطني هلاميش قرب رام الله بعد أن تسببت النيران في تدمير 45 وحدة استيطانية. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف 14 شخصا يشتبه في أنهم وراء الحرائق بدون كشف هوياتهم، في حين تشتبه السلطات الإسرائيلية في أن يكون جزءا من هذه الحرائق على صلة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. تباينت ردود الفعل على رحيل الزعيم الكوبي كاسترو على المستويين الرسمي والشعبي، بينما اعتبره الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دكتاتورا وحشيا، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالنهضة التي شهدتها بلاده في عهده. وفي الداخل نكست الأعلام خلال الحداد الذي يستمر على مدى 9 أيام، فيما شهدت ولاية ميامي بالولايات المتحدة احتفالات الكوبيين المنفيين برحيل كاسترو. تباينت ردود الفعل الدولية على رحيل الزعيم الكوبي فيدل كاسترو الذي هيمن على الحياة السياسية في الجزيرة لعقود. فبالرغم من محاولة الإدارة الأمريكية الحالية طي صفحة الخلافات مع هافانا وإعادة العلاقات الدبلوماسية، اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كاسترو دكتاتورا وحشيا قمع شعبه على مدار 6 عقود. أما الرئيس باراك أوباما فقد أشار إلى أن التاريخ هو من سيحكم على التأثير الهائل للزعيم الكوبي الراحل. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أشاد بالتقدم الذي حققته كوبا في التعليم والصحة على خلاف ما تراه الدول الرأسمالية التي ترى حقبة كاسترو خلفت إرثا مظلما من الفقر والقمع للحريات الإنسانية. الحلفاء الشيوعيون في دول أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى روسيا والصين والهند اعتبرته أيقونة ثورية ورمزا لحقبة في التاريخ الحديث للعالم صمدت في وجه الإمبريالية الأمريكية. ردود الفعل الشعبية تباينت هي الأخرى، فبينما خرج الآلاف من المواطنين الكوبيين المنفيين في مدينة ميامي الأمريكية في الشوارع للاحتفال بوفاة كاسترو، احتشد مئات الطلاب في جامعة هافانا ونظم الآلاف مسيرات إلى ميدان الثورة بهافانا لتأبين قائد الثورة الكوبية، وذلك بعد تنكيس الأعلام وإعلان الحداد في البلاد ل9 أيام. في العاصمة الكورية الجنوبية سول شارك الآلاف من الكوريين الجنوبيين في مظاهرات حاشدة تطالب باستقالة الرئيسة بارك جوان هي الضالعة في فضيحة فساد مدوية واستغلال نفوذ. متحدين البرد والثلوج، شارك مئات الآلاف من الكوريين الجنوبيين في العاصمة سول في مظاهرات حاشدة تطالب باستقالة الرئيسة بارك جوين هي الضالعة في فضيحة فساد مدوية واستغلال نفوذ. المتظاهرون رددوا هتافات تدعو إلى رحيل بارك أو إيداعها السجن على وقع قرع الطبول أثناء توجههم نحو القصر الرئاسي، حيث أغلق آلاف من عناصر الشرطة الطرقات المؤدية إليه. بارك قدمت اعتذارات علنية عن الفضيحة التي تطال صديقتها، ونفت الاتهامات الموجهة إليها ووصفتها بأنها من نسج الخيال، ووعدت بارك بوضع نفسها في تصرف تحقيق تجريه النيابة، لكن محاميها صرح مؤخرا بأنها لن ترد إلا على أسئلة فريق من المحققين المستقلين سيتم تشكيله قريبا. وصديقة رئيسة كوريا الجنوبية شوي
هي ابنة زعيم روحي غامض يدعى شوي تايمين، كان قد أنشأ حركة أقرب إلى طائفة سرية سماها كنيسة الحياة الأبدية. ويشتبه بأن صديقة بارك قد تدخلت في وضع الخطب الرئاسية والاطلاع على وثائق سرية، كما تدخلت في شؤون الحكومة بما في ذلك تعيينات على أعلى المستويات. نتحول في بانوراما النيل إلى أخبار الرياضة. تفاصيل الأخبار مع الزميلة إيمان الشيخ. وختاما نذكر بعناوين النشرة: الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو اي سي تي 2016 في دورته الـ20. الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل 4 عناصر يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش في هضبة الجولان المحتلة. المعارضة الكويتية تفوز بنصف مقاعد مجلس الأمة في أول مشاركة لها بالانتخابات منذ 4 أعوام. والتفاصيل على موقعنا nile.eg. انتهت النشرة. شكرا لكم. إلى اللقاء.